فريق فايز بالسوبر الافريقي وفايز على منافسه التقليدي بالسوبر المصري، ويعني وحديث الناس كلها بعدها باربع ايام او يعني مفيش مباراتك في القاهره في الدوري، الجميع فوجئ بانسحاب الزمالك. بامانه وبصراحه كان قرارك، ولو ما كانش قرارك كنت موافق صاحب القرار على هذا القرار؟ إنه لم يكن قرار. أنا احترمت قرار السيد الرئيس لكنه لم يكن قراري. كنت تفضل إيه؟ كنت تفضل إيه؟ تلعب؟ أعتقد أنني كان يجب أن نلعب لأنه ماتش لا يوجد بديل. الانسحاب أعتقد أنه كان لا يوجد لدي هذه الفلسفة، لكن أنا احترمت القرار. حسيت أن الانسحاب ده بيقضي على أمال الزمالك في الفوز ببطولة الدوري العام؟ ما أعتقدش. لازم أكون صريح معكم، في هذه اللحظة كان يوجد فرق كبير في النقاط بين الفريقان، وأعتقد أنني أقول أنني خسرت البطولة بسبب هذه المباراة، لا.